بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بنتعلم كيفية ربط حساب جوجل على الأوتلوك. أولا بنذهب لحساب جوجل ونعمل بعض الإعدادات أو نضبط بعض الإعدادات. بعد حساب فتح حساب الجيميل نضغط على الإعدادات، ثم بنقر على إعادة توجيه وبروتوكول اي ماب والبوب، تفعيل بروتوكول البوب والاي ماب، ثم حفظ التغييرات. دي اول خطوة. تاني خطوة معايا لازم اذهب الى الصورة الخاصة بي، ثم النقر على حساب جوجل، ثم الذهاب الى الامان. طبعا السكيورتي في او الامان خاص في جوجل عالي جدا، ثم الذهاب إلى وصول التطبيقات الأقل أمانا، ثم تفعيل هذا الزر. في الغالب هو بيكون مغلق أنت بتفعله، ثم بعد ذلك الذهاب إلى حساب الأوتلوك ونقرأ على فايل وإضافة أكاونت أو إضافة حساب جديد. هناك طريقتين، إما أن أنت تكتبه تلقائي زي ما هنكتب كده، أو بالطريقة المانوال اليدوية. نكتب هنا اسم المستخدم، نكتب البريد الإلكتروني، ثم كتابة كلمة المرور مرتين، المرة الأولى المرة الثانية، ثم بالنقر على نيكست. دي الطريقة الأوتوماتيك أو التلقائي. بيتحقق من الاتصال بالإنترنت، بيتحقق من الاتصال بحساب الجيميل على السيرفر، ثم يقوم بتفعيل الدخول على الحساب. بعد التحقق من الثلاث خطوات نقرأ على Finish، نجد أنه بالفعل تم إضافة حساب جديد على الجيميل، والآن سيقوم كما نرى الآن بالتزامن في تنزيل الرسائل البريدية كما رأيتم الآن. بكده قدرنا نعمل عملية مزامنة بين الأوتلوك وحساب الجيميل.